تعود هذه إلى بداية القرن العشرين. هناك أحد. ليس لدي مساحة كافية لهذا. أعتقد أن هذا هو طريق الخروج.
جونا ساعدني بهذا. 3 2 1. أنت بخير؟ ساعدني بهذا. ظهرك بحالة سيئة. سأنصب المخيم. أريني هذا. ليس جميلا. أتعرفين، كل ما مررنا به مؤخرا جعلني أتذكر أخي. لطالما حاولت حمايته من أبي ومن نفسه، لكنني فقدته. فعلت كل ما بوسعك. لو كنت فقط في المكان المناسب والوقت المناسب لكان ما يزال معنا هنا. فقط لو علمت ما يدور. لا يمكنك حماية الجميع. شكرا. أشتاق إليه. أعرف. أهلي أيضا أشتاق إليهم. لقد حلمت بأمي منذ فترة قريبة. ماذا؟ كان بغاية الوضوح. في صغري اعتاد أبي أن يخفي عني أشياءها، أشياء كثيرة خاصة بها بالتحديد. لما قد يفعل ذلك؟ بعد وفاتها اعتقد أنها ستسبب لي الألم. لم يمنعني ذلك من البحث عنها بالطبع. ما زال لدي الكثير من الأسئلة. ترك والدك ألغازا بقدر ما قام بحله. دومينغيز قال إنه سيستخدم صندوق إشال الفضي ليعيد تشكيل العالم. لو ملكت تلك القوة ماذا كنت ستفعل؟
سأفزع على الأرجح. أما كنت ستتمنى أن يكون شقيقك حياً لتكون معه؟ وأخسر كل شيء؟ مستحيل. إن هذا العالم يروقني. إنه ليس مثالياً، لكن كل ما أحبه الآن موجود فيه. للمطالبة بكنزها على المغامرة لارا كروفت أن تفوق الملكة دهاءً وتبلغ المقبرة المحرمة وتحل لغز الملكة البيضاء، وسيكون طريقها حافلاً بالاختبارات. لارا، هل تقومين بحل واجب الرياضيات؟ يجب ألا تتكاسل المغامرة أكثر. في دقيقة يا أبي. جدران القلعة العالية تترنح ساخرة. يبدو أن هناك شيئا في عش الغراب في الأعلى. علي أن أصوب أفضل. حفرة. لارا تسقط في حفرة الظلام. بوابات القلعة مشددة الحراسة، لهذا لا تدخل بطلتنا من الباب الأمامي. تتسلق لارا فوق بحيرة من الحمم البركانية الفائرة. حان وقت الكنز الحقيقي في المقبرة المحرمة. على بطلتنا أن تكون هادئة كي لا يشعر بها الملك. ما دخل لارا بأي من هذا؟ إنها في غرفتها تكتب واجباتها المدرسية. ليس أمامها متسع من الوقت. لن يتوقع حراس الملك أن تتسلق كروفت القلعة أبداً. برج القلعة أطول مما كانت تتخيل.
تراسل بطلتنا التسلق بحثاً عن طريق آخر للدخول. لمحت بطلتنا مدخلاً آخر. شو؟ اذهبي بعيداً. تواجه لارا الصغيرة العلو الشاهق والمخاطر وتبعدها عن تفكيرها. هذه الأسوار مدمرة، عليها الدخول من خلالها. إنها قريبة لدرجة أنها تكاد تلمسها، لكن حقل القوة الخفي يقف في طريقها. لا بد من وجود مدخل آخر. وصلت مغامرتنا المغوارة إلى القمة. وأخيراً تلمح طريقاً للدخول في الأسفل، عليها توخي الحذر. لما أقوم بهذه الأفعال الغبية؟ سحقاً! وأخيراً تدخل المقبرة المحرمة. واو! بحلول الليل خطف الخفاش العملاق الملكة بدرجة 30 شمالاً و 90 شرقاً، وبقلمها كتبت قلبها، وبالنور تفتح حرية حبها. أتساءل إذا كانت الملكة البيضاء وحيدة. ماتت الملكة المسكينة ماريا تيريزا ميت أدى زواج ملك الشمس لويس الرابع عشر بماريا تيريزا إلى إنهاء حرب طويلة الأمد بين فرنسا وإسبانيا.
تمت استعادة هذا الرسم الغامض من ضريح خال وملعون. قد يكون لفيفة بيزنطية، العدالة هي هذا مصري، صندوق العين الشريرة. كان الهدف من محتوياته هو توفير المساعدة للأشخاص في الحياة الأخرى. يبدو هذا تابعاً. هذا لم أرى بعض هذه القطع من قبل. مدفن عظام الموتى. يحتوي الصندوق على عظام الموتى. هذا هو الدرع الذي ارتداه الغزاة خلال تمثال أريكي من جزر كوك. تنبسط أجنحة الخفاش العملاق. لبؤة فارسية، لكن أحدهم سرق رأسها. قناع الموت لأجاممنون، تم العثور عليه في مايسيني. إنه يا تيري، ديناصور ريكس صغير. ترى هل فقد أمه هو الآخر؟ إنه يا تيري، معالج من أمريكا الجنوبية. جماجم حيوانات تعد نذيراً بالموت ورمزاً للتغيير العظيم.
استخدام الكرة الأرضية لسحب السلم. يمكنني استخدام الكرة الأرضية لسحب السلم. الآن بوسعي تحريرها. وبالنور تفتح حرية حبها. قلبها يخفق بقوة وتخطو بطلتنا العتبة نحو المجهول. هذه أغراض أمي. الدرب يغلفه الظلام وتحرسه الخفافيش، هكذا قال الفارس الأحمر. الملكة البيضاء منحته ابتسامة فضولية وقالت: خفافيش؟ أنا لا أخاف من الخفافيش، أنا لا أخاف من أي شيء. أخبريني عن هذا. أنا وأنت نمتطي تيراكس في مصر. أين والدك؟ في العمل. تفوت طفولة ابنتك لأنك دائما في مقبرة ما في الجانب الآخر من العالم. لما لا يمكنك أن ترضى بما لديك؟ أوه يا إلهي، لا يتحتم عليك تعامل مع الأمر. أبي، رجاء بحق الرب يجب أن تتفهمي، هذا على الأغلب أهم ما وصلت إليه. حسنا، ماذا علي أن أبي؟ صباح الخير. إذن الجبل المتوج بالفضة؟
أجل. مستحيل، لا يمكنني حمل المزيد. الأماكن ممتلئة، لا أستطيع. حمل المزيد. ليس لدي مساحة كافية لهذا. مستحيل، لا يمكنني حمل المزيد. هناك طريق. هيا فلنتفقد. كيف هي الأمور؟ تبا ترينيتي انخفض. تبا الشاحنة عالية. لا أرى ذلك، ماذا سنفعل بك؟ اتبعني. ماذا تفعل؟ تراجع، اختبئ. أنت مسؤول التجهيزات، أليس كذلك؟ لست أنا من قاد الشاحنة على جسر متهالك. أوه، انتظر. أمسكت بهم. انتظر، إنهم أصدقاء، لكن علينا أن ننتبه. فليتحقق أحدكم من هذا المكان. سأذهب أنا. ضعوا هنا، وتأكد من عدم مرور أي شيء. أريد تطويق هذه المنطقة بأكملها. نعم سيدي، إذا كان هناك شيء هنا فسوف نجده. متى خضع هذا الشيء للصيانة آخر مرة؟ إنها صديقة. لا تشتت انتباهك يا مينديز. فليتحقق أحدكم من هذا المكان. سأذهب أنا. ضعوا هنا، تأكد من عدم مرور أي شيء. أريد تطويق هذه المنطقة بأكملها. نعم سيدي، إذا كان هناك شيء هنا فسوف نجده.